وأما السؤال الأخير يقول: ما هو برنامج المرأة المسلمة في رمضان حتى تعبد ربها وتقدم أهل بيتها؟ نقول إن برنامج المرأة المسلمة هو برنامج الرجل، لكن المرأة المسلمة تزيد بعبادة، وهي أن المرأة إذا اجتهدت في خدمة زوجها وأهل بيتها وأعدت لهم الطعام الذي يكفيهم فإنها في عبادة لله عز وجل إذا احتسبت ذلك عند الله، فهذا فيه أجر لها وفيه تكثير لحسناتها. وينبغي للمرأة المسلمة إذا كانت تعد الطعام أن تشغل لسانها بذكر الله، فتطبخ وهي تسبح، وتطبخ وهي تهلل، وتطبخ وهي تذكر، ولها في ذلك أجر عظيم، ولن يصرفها إعداد الطعام عن عبادة ربها سبحانه في نهار رمضان. فهنيئا للمرأة المسلمة التي تقدم زوجها وأهل بيتها وهي تحتسب الأجر من الله عز وجل، ومع ذلك لا تغفل عن ذكر الله وتقوم بما تستطيع من العبادات في نهار رمضان، فإنها قد فازت فوزا عظيما. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير بصائر المسلمين جميعا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المسارعين إلى الخيرات المتسابقين إلى الجنات. بارك الله لي ولكم في كل الأوقات، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.